ماذا تغير من عنف السلطة؟ ماذا تغير من عنفها، من ظلمها، من استئثارها، من كل الأسباب والخلفيات التي انطلق من أجل التخلص منها الحراك السلمي في البحر؟ الكل يعرف أنه لا شيء، وأن الأوضاع تصير إلى الأسوأ مما لا يعني أن المطالبة بالإصلاح ومما يعني أن المطالبة بالإصلاح والتغيير لا بد أن تستمر وأن تشتد. الرموز العلمائية والسياسية 13 وهم أبطال من أبطال الحراك الشعبي الإصلاحي لا يزالون يكبرون أجسادا في غياهب السجون، وإن كان صوتهم المنطلق من أجل حرية شعب كامل وأمة كاملة يخترق كل الجدران والسدود ويغذي الحركة المطلبية بالقوة وروح الصمود. ومكانهم ليس هو السجن، لو كان عدل ودستور يعمل به وقانون يحترم ودين يقدر وقيم عالية يحسب لها حساب. وأعداد السجناء والمعتقلين في تزايد مستمر وتدفق دائم على السجون والمعتقلات التي صارت تضيق على كثرتها بالألوف البريئة من أبناء هذا الشعب المظلوم. والذنب واحد وثابت، وهو المطالبة بالإصلاح والتحرك السلمي في سبيله. ولا مكان لهذه الألوف في السجن، وإنما مكانهم مقاعد الدراسة وميادين العمل المنتج لخير هذا الوطن المختلفة، لو كان عدل ودستور يعمل به وشيء مما مر ذكره. الشهداء يتساقطون بين شهيد تحت التعذيب، وشهيد بفعل الرصاص الحي، وشهيد بتأثير الغازات السامة، وشهيد تصفية بسلاح الشوزن. وتتعدد الأسباب، والظلم واحد، والاستخفاف بحرمة الدم مشتركة في جميع الحالات، وروح الانتقام من هذا الشعب ثابتة، وآلام الشعب تتراكم وتضحياته تتضاعف على الأيام. ولكن صبره يشتد وعوده يقوى وعزمه في مضي وقوة على طريق الإصلاح، وروح التغيير والإصلاح فيه تتصاعد. ورحم الله جوادا وهو الملقب بالحاوي، وكل من مضى على طريق العزة والكرامة والحرية وانتصر العدل وضحى من أجل الحق والدين. الوطن غارق في عديد من الأزمات والأساس فيها أزمة سياسية سيئة حادة ثقيلة، ما لم يتم الخروج منها فلا حل. والأزمات في استمرار وتزايد ما دامت هذه الأزمة مستمرة، ولا مخرج للوطن منها ومن غيرها من الأزمات إلا بالإصلاح الصادق القائم على أساس ثابت متين. من هذا الأساس دستور عادل من إرادة الشعب الذي عليه أن يحسن إرادته في اختياره لطريق حياته والمصير الذي يريد أن يصير إليه. وقد أثبت هذا الشعب بأنه شعب لا يركع ولا يستغفل ولا يغرر به، وأنه لن يعود من حراكه من دون أن يتحقق الإصلاح والتغيير. والسلطة تعاند وتستمر في عنادها وتصلبها، وترفض فكرة الإصلاح أو تريد من الإصلاح ما هو اسم من غير مسمى ولا حقيقة. ولو عدنا لعنف السلطة واستمراره وتصاعده لأعطتنا واحدة من مظاهره صورة عن أن البحرين كأنها لا تعيش حراكا سلميا، على أن البحرين لا تعيش حراكا سلميا، وإنما تخوض المعارضة فيها
وبكامل فصائلها ومكوناتها ضد الدولة ثورة دموية عارمة وحربا قتالية هامة. لما تجد كل مظاهر العنف من قبل الدولة لا تحسب نفسك أنك في ماذا؟ في بلد يعيش حراكا سياسيا سلميا، ولك أنك في ماذا؟ في بلد يعيش ثورة دموية عارمة. فإن هذه الأعداد من السجناء والمعتقلين وتزايدهم وكثرة الأحكام المشددة بالسجن لعشرات السنين وعلى مجموعات كبيرة وبصورة غير منقطعة إنما بصورة غير متقطعة إنما يناسب أجواء حرب دموية وثورة عنف وإرهاب من النوع الثقيل، ولا يناسب حراكا سلميا ومظاهرات ومسيرات سلمية. وهل كل هذه الألوف من السجناء والمعتقلين وهذه الدفعات المستجدة للسجون في استمرار منهم كلهم إرهابيون وكلهم قتلة وكلهم أصحاب مؤامرات خطيرة؟ 1، 2، 10، 20، قل عنهم إرهابيون. أتقول عن مئات الألوف بأنها في هذا البلد الصغير، في هذا الشعب، من هذا الشعب القليل العدد، أتقول عن مئات الألوف بأنهم كلهم إرهابيون؟ تقول السلطة في البحرين عن نفسها أنها سلطة للأمن والسلام، ولكن ما على الأرض يشهد بأن السلطة لم تبق للمواطنين سلاما ولا حرمة. إنه إذا كان مئات الألوف من هذا الشعب القليل في عدده من أبناء المعارضة مواطنين، فإن السلطة لم تبق لمواطنيها سلاما ولا حرمة. لا سلاما لما من حقه السلام، ولا حرمة لشيء ثابت الحرمة. لم تبق حرمة دم ولا مال ولا عرض ولا سمعة شريفة، ولا حرمة قرآن ولا مسجد ولا مقدسات عقائدية ولا بيت. فماذا قد بقي بعد هذا كله من سلام ومن حرمة؟ الصدق أنه لم يبقى اليوم للمواطن حرمة في هذا البلد ولا سلام.